استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس يسبب حالة غضب على السوشيال ميديا. وبعد قضية الطفل المغربي ريان، الطفل السوري فواز يفجر حالة حزن جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي. في موضوعنا الأول رح نحكي عن حالة الغضب اللي تفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المخفية وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية. والشباب الفلسطينيين 3 هم إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، وكان يلاحقهم الاحتلال من أشهر وبعضهم من سنوات طويلة. وخرج أبناء الشعب الفلسطيني لتشييع الشباب 3 بمدينة نابلس، ونفذ أهالي مدينة نابلس بفلسطين إضراب شامل في المدينة كتعبير عن غضبهم، وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة، ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لإدانة الجريمة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة. وعلى السوشيال ميديا كانت حالة الغضب كبيرة في الوطن العربي، فقالت نور أبو سلمة: لا أظن أرضا رويت بالدم كأرض فلسطين، ولا أظن أن هناك حزن كحزن الأمهات فيها. أما غدير فعبرت عن غضبها وقالت: أوقات بحس أنه لازمني علاج نفسي لمجرد كوني فلسطينية، لأنه مو طبيعي كمية القهر والغضب اللي بتتراكم جواي يوميا، وفكرة الاعتياد على الظلم والاعتقال والاغتيال اللي بيصير مش قابل للتطبيق بأي حال. لسه من شوي فاتت قوة عسكرية بنص مدينة نابلس واغتالت 3 شباب رش بالرصاص وخرجت كأن شيئا لم يكن. أما عز كمال فكتب: جيش الاحتلال يصول ويجول في نابلس في وضح النهار ويقتل 3 شباب بدم بارد، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما فريد أبو ظهير فعبر: عملية إعدام 3 شباب في نابلس هي عملية جبانة، نعم جبانة، ولا يمكن مقارنة إمكانيات دولة احتلال بإمكانيات 3 شبان ليس لديهم سوى الإرادة. انتصار الاحتلال الإسرائيلي على 3 شبان هو استعراض فاشل وجبان. هل قتل شعب أعزل هو بطولة؟ وفي موضوعنا الآخر، عادت قصة الطفل المغربي ريان اللي ظل عالق لأيام في البئر تسليط الضوء على واقع العديد من الأطفال في العالم العربي. ومن بين عشرات القصص برزت مجددا قصة الطفل السوري المختطف فواز قطيفان، وهو طفل بيبلغ من العمر 8 سنوات. وقصته بلشت بعد ما اختطفته مجموعة مجهولة في بلدة إبطع التابعة لمحافظة درعا السورية بشهر 11 الماضي، وطالبوا بفدية قيمتها 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 70,000 دولار. وحول الحادث كتبت حنين: جرائم الطفولة وانتهاكات حقوقهم أصبحت على مرأى العالم ولا مغيث. وكتب مصطفى: مثل ما كل قلوبنا مع الطفل ريان، في طفل تاني عم يعيش شيء أصعب وأقسى، ما بعرف إذا في إشي أبشع من الإنسان عبر التاريخ. أما بيان فغردت: فيديو مفزع وموجع، بدأ بعبارة من شان الله لا تضربوني، كيف لنا أن نصف خيبة أملنا في كل الأشياء من حولنا، إلى أين وصلنا يا الله، وما كل هذه الشرور التي أحاطت بنا، وما ذنب الأطفال ليعيشوا في مكان قاس إلى هذه الدرجة. وعبر أسامة: هذا الطفل فواز القطيفان، اعتبروا ريان وظلوا متضامنين معه حتى يخرج هو الآخر من البئر اللي عالق فيه. والله الفيديو المسرب عن الطفل جد مؤلم. وهي كانت مواضيعنا لليوم، بنشوفكم الحلقة الجاية.